أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى برنامجكم منكم وإليكم موزايك من تلفزيون أم إي إي. أهلا بكم. الليلة يسعدني ويشرفني أن أغوص مرة ثانية في ثروات جاليتنا المعطاء في رحاب هذه الجالية الغنية بمواهب أبنائها وبناتها. معي ابن الجالية الذي أعتز جدا جدا وأفتخر ويسعدني ويشرفني أن أرحب ترحيبا حارا بالأستاذ الإعلامي المفكر الإنسان الرقيق الشاعر الأديب ابن الجالية المخلص لها المشهور بعطاءاته الأدبية والفكرية والإعلامية. الليلة أحببنا أن يكون معنا شاعر في حلقة إهداء لعيد الأم، عيد الأمهات الذي هو أغلى الأعياد على قلوبنا جميعا. وبالمناسبة أوجه تحية لكل أمهاتنا في العالم العربي ولكل أمهاتنا في المهجر، الأحياء منهن والأموات. السلام عليكم لكل الأمهات، كل عام وأنتن بخير، نتمنى لكم كل الخير دائما. أستاذنا الكريم، أرحب بك أستاذ نبيل حمود، أهلا وسهلا بك في ضيفا كريما على تلفزيون أم إي إي وبالأخص مع برنامج موزايك. كنت متشوقة منذ زمن أن تكون ضيفي، أهلا بك، ماذا لديك؟ أهلا أهلا فيك ست هالة. بالوقت نفسه أنا بشكرك للاستضافة الكريمة، وبالوقت ذاته بحب مسي مشاهدينكم الأعزاء، وإلي شرف كبير إني يكون على قناة أم إي إي تي في وبرنامجك أنت بالذات موزايك. بتمنى لك التوفيق دائما فيك. شكرا لك. بالنسبة لعيد الأمهات بتوجه بأحر التهاني لكل الأمهات، لأنه الأمهات جزء مهم جدا بحياتنا كبشر ومجتمعاتنا بالأخص. مرة تانية كمان بهني الأمهات بعيدهم. أهلا بك أستاذ نبيل، اسمح لي أن أعطي نبذة خاطفة عن حياتك ومنتجك الفكري للمشاهدين الكرام. الأستاذ نبيل حمود من مواليد بنت جبيل في لبنان، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1976، أسس أول من أولى المحطات العربية تلفزيون صدى العرب، وأعطى وعمل به لأكثر من 25 عام. أستاذ نبيل حاصل على إجازة في اللغة الإنجليزية، وأيضا حاصل على إجازة في مادة الكيمياء من جامعات أمريكا. من مؤلفاته سنعد بعضها وليس كلها، روايات، رواية تعتبر من الرواية الخيالية فيري تيل مايوركا، ورواية أليس دريم وهي قصة حب، ورواية نيبال وهي ساينس فيكشن تعتمد على الخيال العلمي. أيضا من مؤلفاته الشعرية، وهذه صفته المميزة أستاذ نبيل، حكاية وطن. نعم. ديوان ثان اسمه أعطني عنوانا، حب ثمنه الخيانة، رواية حب ثمنه الخيانة. نعم. نعود للشعر إذن، حكاية وطن، أعطني عنوانا، الزنبقة الخضراء. ديوانك الرائع أعجبني جدا، أضواء على الزنبقة الخضراء. نعم. نسمات وعواصف. نعم. واللائحة تطول، لكن نكتفي في كمان هلأ بدو ينزل إضافة كمان إلى تحت الطابع. نعم. إضافة إلى عطائك الإعلامي أو ما هو الله يخليك قيد الطبع، نتمنى لك النجاح على كل حال. شكرا شكرا أستاذ نبيل. تفضلي. اليوم حلقة الأم. نعم. سأترك لك الحديث، أنا فقط سأقول أنها مناسبة عيد الأم، ماذا تعني لك؟ الأم تعني الكثير الكثير، يعني ما في كلمات تكفي أنك توصفي أم بأي لغة كانت. طبعا الكلمات الجميلة
ما ممكن انك تقدر توصفي الام بكلمة او بكلمتين. صحيح. كل هالكلمات هودي ليلة عليها. بهالمناسبة بحب اهدي كل الامهات قصيدي باللغة العربية بعنوان فضائل الام. فضل لوالدة وما تعني حبا وتضحية واحسانا، قديسة قد باركت امما بتكاثر للخلق قد كان، وهي الملاك تجسدت بشرا وجمالها في الكون قد بانا، هي وردة جورية ضمت بحنانها عطرا وريحانا، فتألقت في باقة حسنى زانت به روضا وبستانا، بفضائل في الحمل قد عرفت فجنينها قد صار إنسانا، بعد العسير من المخاض فقد ولدت به قلبا ووجدانا، بعطائها الفياض من نفس وكشمعة بالوصف أحيانا، فتضيء إذ ذابت على مضض بظلام طفل كان سهرانا، في صبرها المجبول في لبن ما أنشأ الأطفال شبانا، فالأم مدرسة بما أعطت عطفا وأخلاقا وإيمانا. الله، عطفا وأخلاقا وإيمانا. وإيمانا. ذكرياتك في لبنان مع الوالدة. مع شديد الأسف فقدت والدتي من زمن طويل، وطبعا هالشي أثر فيه كتير. يعني إن شاء الله أنها في جنان الرحمن. إن شاء الله إن شاء الله. وجميع يعني الأمهات التي فقدناهم، يعني أنا أيضا فقدت والدتي. الله يرحمها. الله يرحم جميع الأموات. And at the same time, ست هالة, for those who don't speak Arabic or understand it, yeah. I would like to wish all the mothers, the non-Arabic speaking mothers, all we didn't forget about you. non-Arabic speaking mothers, I wish all of them a very happy Mother's Day. And at the same time, I would like to gift them. So you're gonna recite something in English? This poetry, yes. Oh. Dear Mother, right? Dear Mothers, let us spell the word mother and make a stop at every letter. M words that start with M like might, then Mary Mom, and moonlight, though she is the sunshine at night. Without mom, I'll be lonely. Oh, oasis starts, one and only. Having a mother is a must. Tea and tulip, tender truth and trust. H, with it some words start, like harmony, hope and heart. Mom is like a nice fragrance. E starts at eternal, elite, and elegance. Mom is a cure with every dose. R starts at real and red rose. Those are not all the meanings of mother. She is our major love forever. She is sweet, caring, and loving. She's an angel that's always giving. Mother, no matter what we say, the best you will always stay. To all mothers, all roses of May, and best wishes on Mother's Day. Oh, mom is a cure with every dose. I love this one. Thank you. Best wishes to all mothers. Thank you. Mothers and our first home country or hometown is like a yes. mother. Yes. There's something in common between of our course, mothers yeah. and our
homeland. Yeah. Where we were the born. The motherland, homeland. And when, yes. Where we grew up and we were born and shared our childhood memories. Yes. We both immigrated. We both shared this. أستاذ نبيل لنعود للعربية. ولا يهمني. وجدانيات الغربة. جراح الغربة. معاناة اللي يشعر بها فقط المغترب والمهاجر. طبعاً. الحنين إلى الوطن. الحنين. ماذا عندك من منتجك الشعري بقضايا يعني الحنين إلى الوطن؟ طبعا في أصلا يمكن كل كلمة بكتبها بالشعر أو كل الوطن بالبال الشاطر بيعود فيه للوطن. أريد أن أنوه أن الأستاذ نبيل هو مؤلف أغنية جايينك عدهور الخيل. جايينك عدهور الخيل لبنت جبال. بنت جبال. بنت جبال العزة والصمود. وسنسمعها منك إن شاء الله الليلة. الغناية لا أنا مش مطرب. الأشعار طبعا أشعار. لم أقصد يعني الأغنية. راح بسمعكم شيء عن بنت جبال. بنت جبال الشاعرة وفعلا تستحق هذا اللقب لأنه العديد من أبناء بنت جبال هم شعراء. يعني الشاعرة ولدت شعراء. صحيح. الدي ان اي أبدا. يا بنت جبال الشاعرة لأنه بعرف في بنت جبال يمكن أكثر من 50 شاعر. أكثر بكثير. إيه أكثر يعني بكثير. هاي رفلي عم بقوله إنه هلأ بلد يطلع منها 50 شاعر أكثر من شاعرة. تستطيع أن تقول ما فوق العشرات لربما بعض المئات من أيه؟ الشعراء من أيه بنت جبال. طبعاً. هي أرقام واقعية يعني. في قصيدة بنت جبال الشاعرة من ديوان نسمات وعواصف أقول تاريخها قد خط بالذهب لخصائص تعلو على السحب فهو السجل لبلدة ربت أبناءها في حضنها الخصب بالحب والإيمان في أرض فيارة بالشعر والأدب والعلم والأخلاق والتقوى والاعتزاز بأصلها العربي وشجاعة وكرامة ندرت موروثة وعلى مدى الحقب وهي الوديعة في مرابعها عطف يحيط بمهدها اللجب وهي الجميلة في روابيها ووهادها وبصحنها رحب وهي الصدوقة في منابرها تنفيذ ما قد جاء في الخطب وهي التقية إرثها كنز عن سادة في العلم والنسب علماؤها أعلام أمتنا ومقامهم يسمو على رتب وهي السخية في عطاءات بمواسم الزيتون والعنب والتين أنواعا وأثمارا وخضارها أو تبغها رطب وهي النديمة في مجالسها ليلا وبعد الكد والتعب صوبة تشيع الدفء في بهو والموقد المملوء بالحطب يعلوه قور الشاي معتزا وكأنه السلطان في حلب وتخاله يهتز إذ يغلي كراقص النشوان في الطرب شعراؤها كانوا ولا زالوا كلآلئ قدت من الشهب قد سطروا مجدا لبلدتهم بملاحم نقشت على السحب أبياتها بالدمع قد رسمت وتمازجت بالدم والغضب وتقلدت صدقا وعاطفة وتعطرت بالنجوى والعتب لا يبرح الوجدان قافية والوجد والتعليل في السبب في حكمة تعلو بمنطقها فتكللت بالدر والذهب الله
هذا الكلام الذهب أيضا. تكللت بالدر والذهبي وأنتجت أبناء وبنات لا يثمنون بالذهب. أعجبتني الصوبة وكوري الشاي. طبعا هاي الصور ما بتغيب عن بيننا أبدا. لما نتجمع عشية حول الصوبة وكوري الشاي يغلي. إيه والكانون الصور الفحم الحلوة على جنب وقوري الشاي عم بيغلي هونيك. مع هذا الدفء، مع نفحة الدفء من بنت جبيل، سنأخذ فاصل قصير أستاذ نبيل. أعزائي فاصل قصير ونعود إليكم. أعزائي مرحبا بكم من جديد. الليلة معنا ضيفنا الأستاذ الشاعر والإعلامي الكبير ابن الجالية الأستاذ نبيل حمود. أستاذ نبيل، كل شاعر عربي أو أي شاعر هو إنسانيته وقادة والوجدان دائما ينضد. قرأت لك قصائد وجدانيات. نعم. وأتمنى عليك أن تسمعنا بعض الوجدانيات مع المشاهدين. بهالأمسي بحب قصيدة أيقظت وجدي من ديوان زنبق خضراء. من ثنيات الكا أيقظت وجدي، اذتهاد عذب همس فوق خدي كالفراشات اختيالا ترت حينا ثم أعدو بين أزهار ووعدي. في مروج سندسيات أضاءت لوحة ألوانها أنواع وردي تعتلي الجدران في إيوان كسرى روعة أو في قصور يزدجردي. في رياض جندا بانت بوصف جنة بانت بوصف حيث لم أشعر بحر أو ببردي. أثم ريحان هيمانا بحب ليس منه برضاب أو بشهدي. عاد ذاك الهمس يجتاح سكوني حل لمسا ناعما دغدغ زندي. فاتجهت في خطى لم أمتلكها إذ دنوت من حبيب ساد ودي. ذا حبيب يملأ القلب هياما حبه قد فاق قدرا كل حدي. هكذا أحسسته خفقا بقلبي لم يكن عشقا لليلى أو لهندي. لاح نور فوق جوري تعالى باعتزاز واعتداد كان يبدي. فانحنى الجوري إجلالا خشوعا بابتهالات وتسبيح وحمدي. باهر الحسن تجلى في ضياء لا يقاس بنظير أو بندي. حسنه نور يشع من جمال يأسر القلب بحب دون قيد. إذا رأتك مقلتي ناداك قلبي في رجاء بوصال دون صدي. في نداء صادق ممن تهاوى عند مرأى مالك قلبي ووجدي. في هوى رحماني قد هام فؤادي فرضاه غاية العظمى وقصدي. فاجزني حبا بحب دائما فهو عندي أعظم الأجر لعبدي. جميل جدا. وجداني للعمق. يعني فاجأتني بآخر القصيدة إنه كان تغزل الإله. طبعا جميل. طبعا من أهم من الإله إنه يتقرب من الواحد فعلا. قصيدة كتير بتحرك لي أحاسيسي، يعني راح ببكي بعد شوي. أنت إنسان رقيق أستاذ نبيل. بدي سمعك كمان
شيء من الوجدانيات والحكمة بالوقت نفسه. قصيدة بعنوان الود سحر من ديوان زنبقة خضراء. مطلع على زنبقة خضراء. اخفض جناحك في الحياة تواضعا وافتح لحسن الخلق بابا واسعا، بادر بود الناس تكسب ودهم، فالود سحر يستميل طبائع. تتقارب الأضداد مهما فرقت، فجميل قولك حل قولا جامعا. ثبت خطاك على طريق محبة واحذر لئيما إن أتاك مخادعا. جابه خداعا بالخداع تحسبا، لا تشتري ممن أتاك بائعا. حذر الفتى في كل أمر حاصل، درع يقيه مخاطرا ومطامعا. خير التعامل مع صدوق فاشتري من صدقه إذ جاء يوما بائعا. دافع بحزم عن مبادئك التي آمنت حقا تستحق مدافعا. ذل امرئ في حاجة من جاهل دعها ولو كنت الفقير الجائع. رزق الأنام فقد تعدد موردا ووسائلا ومرابعا ومنابعا، ويزيد قدر السعي في تحصيله، ولكل ساع حصة فيما سعى. سعي الفتى في رزقه شرف له حتى ولو كان الأجير الصانع. شرف الفتى عمل وخير من غنى لبطالة فتح المجال الواسع. صمام أمنك مهنة مهما دنت، كنت رفيع بقدرها ورافعة. ضاعف جهودك في ابتغاء حلالها ما دمت في سن النضارة يافعة. فلطالما دار الزمان بغفلة ليكون بينك والأمان رادعا. طالب بحقك لا تهاد مطلقا، فالحق يقضي دون قولك ضائعا. حكم حكم حلوة. الله يخليك. بتحبي بعد حكم؟ بدي بدي للمرأة حصة. ايه على راسي. كل الشعراء اللي يحضرون إيه الموزايك بنحطهم على المحك طبعا، وعنا للمرأة نعملهم فحص مع المرأة لشعر المرأة. عنا للمرأة اشياء كتير. من نسمات وعواصف. في قسم خاص بالغزليات. احب ان اعرف موقع المرأة في شعر نبيل. المرأة طبعا مهمة جدا، يعني كحبيبة أو كزوجة أو كأخت أو كأم أو كخالة أو كعمة. المرأة مهمة جدا بالحياة أو كابنة. إذا طلبت منك أن تصف المرأة بكلمتين ماذا تسميها؟ المرأة كلمتين أستاذ نبيل. وردة جغرية. وصلني حقي. الله يخليك. لأنه طبعا في شوق بالوردة بقى، هي مش بس يعني جمال، فيه بده يعرف كيف يتعامل مع المرأة. لازم نقول كنا نقول كلمتين وشوكة. وصف لي المرأة بكلمتين وكسرة. اوكي. الجوري اللي ما له شوك ما له عطر بقوله كمان. اكيد له شوك له فوائد. ايه اكيد. يعني اللي بده الوردي بده يتحمل وخز شوك. ماذا فعلت بك المرأة؟ كم هان ذاك الود بمرأة، كم أنكرت حبا تبادلني. كم أشرقت في صبحها شمسا وبليلها قمرا يغازلني. كم نسمة حلت بمقدمها
بلهيب صيف كان يشعلني قطر الندى كانت على زهر وتحيله عطرا يبللني هي بلسم للجرح في قلب لغيابها قلبي يسائلني فالسحر في عيني فاتنة لشفاء جرح كاد يقتلني فوصالها أشفى جراحاتي وجفاءها موت يعاجلني قطعت حبال الود في عجل لفراقها وقع يزلزلني. خضرت عينيها. ما اخترت لألي يعني صدفة. أنا ما خصني. يا خضرت. أستاذ نبيل هو كتبها قبل ما أخلق أنا. صح أنت قلت لي قبل ما أخلق. صح قبل ما يا خضرة لشعاع شمس عسجدي يرنو ببطء العاشق المتوددي من زرقة بخدود زنبقة سعت ملهوفة للحب دون ترددي برغم من بعض الحياء فقد بدت هيمانة في عشقه بتشددي فتمازج الذهب الجميل بزرقة فتمخضت عن أخضر متولد لما بتخلطي الأزرق مع الذهبي بيطلع أخضر لونه كتير حلو وهيدا هو الوصف اللي عم بوصفه بعينين اللي عم نوصفها وهيدا بيذكرني انه الأستاذ نبيل رسام ونحات كمان عم يحكي عن الألوان عن خبرة مش تصور خبرة صحيح ما شاء الله عنك أستاذ نبيل متعدد المواهب وكثير العطاء شكرا والله يعطيك أكثر وضل تعطينا كمان الله خليك تفضل كالسحر زاد تألقا بعيونها ما ينسن الساكن طريق المعبد ما إن رمت بسهامها حتى هوى ما أن رمت بسهامها حتى هوى قلبي أسيرا للهوى المتجدد بعد مزيد من الغزل عشقت الليلة من أجل الحبيب لأن الليل سطار العيوب فحب المرء قد عدوه عيبا ومحظورا على بعض القلوب وعشق الروح ذنبا صنفوه وعنوان المساوئ والذنوب فمن شهد الأمور بعين عدل لبرأ مغرما بهوى الحبيب مريء فكل الخلق مجبول بحب بكل سنينهم حتى المشيب الحب ما بيموت ابدا بضل مع الانسان ما له عمر ما له عمر طبعا لم نكتفي بعد بالغزل وبالوجدانيات هل من مزيد طبعا طبعا استاذ نبيل اوكي راح نكمل بالغزليات بعنوان اليكي عبثت بمهجة تأبى صياعة كموج هادر لثم الشراع كريم مال في غنج ببيد يداعب في فيافيها السباع كريم مال في غنج ببيد يداعب في فيافيها السباع فؤاد قد ولجت بدون خوف فلا تسلي إذا المفتاح ضاع سريت كما الرذاذ على ورود فلم يبقي لشوك مستطاع وخر الشوك مغشيا ذليلا بعيد الزهو مسموعا مطاع فلا تخشي لوخز من ضلوعي إذا جاورت قلبا قد أطاع إليك الأمر في وصل وود فذا قلبي ينافس الاندفاع كله إليك استسلام قلب ما بال قلبي يرتمي مستسلما
لجمال غيداء بدت فتكلم متفوها بالشعر يشكو حاله بلواعج من وجده قد ترجم. ريم استملت عاشقا وأسرته لما بريق من عيونك قد رمى. بسهامه ببراعة مما حدا قلبي بخوف أن ينوء مسلما بالأسر في سجن الجمال لعاشق لمليكة فاقت بهاء أنجما. فالعيش في سجن لريم جنة تجدو بأنغام الهيام ترنما. جميل. رح ننهيها بقصيدة لو سستي أشرس ذئبة ستلين. لو سست أشرس ذئبة ستلين فالحب يصنعه هوى وحنين. إلا معذبتي لها طبع اللظى متأجج متوقد مجنون. إلا معذبتي لها طبع اللظى متأجج متوقد مجنون بالرغم من حسن يفوق بوصفه ما قد يراه العاشق المفتون. ومقابل الحب المثير بصحبه صمم تجمد والجماد السكون. أو ذئبة هاجت تصد متيما قد ساد مهجته أسا وشجون. يا لحظه العاثر هذا السائس لم ساس الذئاب ولم يستطع أن أشرس من ذئب أشرس معذب الشاعر دائما. طبعا أستاذ نبيل فعلا فعلا أتحفتنا. شكرا. من ريمك إلى دعدك إلى هندك إلى ليلتك ليلاك إلى أبطال قصائدك مرورا ببنت جبيلك الشاعرة ذكريات الحبيبة الحنية للأم فعلا أتحفتنا وأطربتنا وأسعدني جدا جدا أن تكون ضيفي وأتمنى أن يكون لنا لقاءات أخرى لأن عطاءاتك كثيرة وأنا أعرف أنك إعلامي بامتياز وإن شاء الله تكون حلقاتنا المقبلة إذا سمح الوقت والظروف أن نتناول موضوع الإعلام إن شاء الله. أنا جاهز. ما أحببنا أن نأخذ من حق الشعر بالحديث عن الاثنين الإعلام والشعر ولا نأخذ من حق الإعلام فاخترنا أن تكون هذه حلقة للأم والحبيبة والأنثى والوجدان وبنت جبيل. أهلا وسهلا بك شرفتنا. شكرا. شرفتنا. أنا بشكر كمان على هاللقاء اللطيف جدا وبتمنى لكم التوفيق دائما وللمشاهدين الأعزاء كمان بتمنى لكم سهرة ممتعة وبقية ليلة سعيدة إن شاء الله. فعلا أعزائي نتمنى لكم أطيب الأوقات على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. منكم وإليكم موزايك. تصبحون على ألف خير.